السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا المحترمين في كل مكان. النهاردة ان شاء الله معانا عرض بيع مميز، معانا ذكر وانتايه، ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. قبل اي حاجة بس احب اتكلم في نقطة، الذكر اللي كنا عارضينه في الفيديو اللي فات بعد ما واحد حجزه للأسف هو اعتذر عن ان هو يشتري او ياخد فرد الحمام. طبعا دي حاجة بتضايق اي حد، وتضايق اللي بيبيع الحمامة ان هو عامل حسابه ان هو بيبيع الفرد الحمام دوت لسبب ما. نرجع بعد كده احنا عطلنا الناس وحجزنا الحمامة وفي الاخر ما خدناهاش. من البداية كده يا جماعة، انت اتصلت بالراجل مش عاجبك السعر، او اتصلت بيا انا او بصاحب الحمام لو هو حمام حد تاني مش عاجبك السعر، خلاص مش مشكلة، شايف ان الموضوع بعيد عليك خلاص. الحمامة احنا قلنا حمامة كويسة وبنت حمام كويس، عشان كده سعرها غالي، والحاجه اللي سعرها غالي احنا عارفين ان هي من الاخر بتبقى بنت حمام محترم وحاجه بتبصم معانا. انا ما بجيبلكش فرد مجهول ولا فرد عشوائي. نتفرج كده على النتايه دي يا جماعه. اول حمامه ان شاء الله معانا النتايه دي نتايه انا فرخي، دي نتايه انا شغال بيها يا جماعه، عده شغل بتاعتي انا يعني. ما شاء الله حمامه كويسه وبتفرخ كويس، وانا الحمد لله وقفت زيها واحسن منها، فالحمد لله بخرج منها. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. حمامة دماغها بكرة ما شاء الله، هي مش أطول حاجة بس حمامة فيها أساسيات ما شاء الله كويسة، بتفرخ حلو على ذكر محترم، مش هتخيب معاك أبدا. ده الذكر اللي احنا كنا عارضينه في الفيديو اللي فات، والله أنا مش محتاج أتكلم عنه، احنا هنشوفه وهو في إيد الراجل وهنشوفه وهو واقف، احنا شايفين عظمه هو جوه دماغه، احنا مش بنقول مواصفات أقوى حاجة تمام، بس أنا بقول لك ده فرد حمام، ابن حمام جامد، ابن حمام محترم والله، ابن حمام بفلوس وابن حمام أبطال تمام. خلينا نتكلم دغري، ده اقل اخواته عشان برضو ايه نجيب من الاخر، اقل اخواته انا مش خلاص، احسن اخواته انا هربيه يا عمو، القليل انا بطلعه، بس انا هطلعه لك بسعر برضو معقول، لان انت هتاخد فرد حمام شايل دم، فرد حمام في اساس، هتحط عليه انتهى محترمه هتاخد منه احلى شغل، هتحط عليه انتهى مصرصره ما تستناش منه فرخ، هي كده لازم نتاية محترم تمام يا جماعة. هسيب لكم ارقام التليفونات، اللي محتاج حاجة يتصل بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.